ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هحكي لكم قصة من اجمل القصص الرومانسية اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبة الجميلة سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدأ احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا، ويلا بينا نبدأ. وفي شركة قاسم مهران كان محسن قاعد على مكتبه مركز في شغله، وفي نفس الوقت في المكتب المقابل لي قاعدة صديقته حنان وهي بتبتسم له، فوقفت من مكانها وتقدمت لي بخطى ثابتة ووقفت قصاده واتكلمت بصوت حاولت قد ما تقدر ان يكون رقيق، فقالت محسن في حاجة يا حنان؟ ايوه في حاجة في الشغل محتاجك تخلصها معايا بعد اذنك لو مش عندك مانع يعني. لا ابدا اتفضلي. سحبت كرسي وقعدت ملاصقة لي، فرفع حاجبه باستغراب لجرأتها، ولكن هي ما اهتمتش وفضلت بتبصله بنظرات جريئة. وفي نفس الوقت كانت مها بتبعت له رسائل زي عادتها على الواتساب، ولكن اللي استغربته هو عدم رده عليها، فاستنت شوية ورجعت بعتت له رسالة تانية ولكن ما ردش برضه، فخرجت من مكتبها وراحت لمكتبه عشان تعرف ليه ما بيردش. أما محسن فكان قاعد بيتنفس بغضب لأن الموضوع مش محتاج مساعدة فعلا، وهي ما بتعملش حاجة غير إنها بتبصله وبس. فاتكلم وقال حنان انت سرحانة في ايه؟ مش تركزي في الشغل؟ قطع كلامه دخول مها المفاجئ واللي اشتعلت عينيها وهي شايفة قاعدة جنب خطيبها، فتفاجئ محسن وقال مها، فبصت حنان ليها باستهزاء واللي اغضب مها جدا وهي شايفة البنت الوقحة دي لسه واقفة مكانها بدون ما تتحرك وبدون ما تخجل من قعدتها بالطريقة دي، فقربت منهم ووشها ما يبشرش بالخير وقالت خير يا أنسة حنان، قاعدة كده ليه؟ خير، انتي جاية مكتبنا ليه؟ شهقت مها من بجاحتها وقالت جاية مكتبكو لخطيبي، قالتها وهي بتشدد على كل حرف، وكملت وهي ماسكة يد محسن اللي كان مندهش وعينه متسعة وقالت اصلي حسيت اني وحشته مش كده يا محاميحو؟ اتسعت عيون محسن بذهول وقال محاميحو؟ يا روحي بدلعك زي ما بتدلعني، يعني ما ينفعش تبقى انت بتدلعني وانا لا. روحي؟ طبعا روحي. ومسكت ايده وسحبته وراها وهو مغيب مش حاسس بحاجة، واستدارت وقالت عن اذنك يا حنان، وأصحيح ما تبقيش تقربي من حاجة غيرك تاني، اوكي يا روحي يلا باي. خرجت من المكتب مع محسن وسايبة التانية مذهولة ومولعة من الغضب، وراحت مها مكتبها وسابت يد محسن بمنتهى العصبية وقالت ممكن افهم ايه اللي بيحصل وازاي تلزق فيك كده؟ اهدي يا مها هحكي لك. حكى محسن ليها كل اللي حصل، فاتكلمت مها برضو ما تقربش منك تاني، ده سبحان من سكتني عليها بنت الجزمة دي كده عيني عينك. يا نهار ابيض، ايه بتغيري ولا ايه؟ اغير؟ لا طبعا اغير ليه، بس بتغيري؟ لا بتغيري. مها بعصبية وهي بتهجم عليه، بغير وعلى الله على الله اشوف واحدة مقربة منك تاني ولا واقف بتكلم حد، اقسم بالله يا محسن لا تكون متقطع انت وهي في شنط بلاستيك من بتاعة التلاجة دي. يا نهار اسود ده انت طلعت شرس بقى، لا ده انا خاف على نفسي. محسن
محسن ايه بقى؟ ما انا بقيت محاميحه. محاميحه يا مها؟ ده دلع ده جبتيه منين؟ من فيلم عادل امام. قولي لي يا محاميحه. وفي اللحظه دي خرج عادل من مكتبه على صوت ضحكهم، فقال ايه ده، ده مش مكان شغل بقى. سوري يا مستر عادل. اوكي يا ريت نكمل شغلنا. ورجع دخل مكتبه وهو بيلعن بغيرة لانه اتأكد ان فات الاوان، فمن الواضح انسجامهم مع بعض، فكانت قصاده بتتمنى نظرة منه، ولكن حياة السهر والنساء عجبته اكتر وضيع عمره وضيع فرصة حب حقيقية. وقصاد شركة قاسم مهران نزلت دنيا من عربيتها ودخلت للشركة وسط همهمات الموظفين حواليها، وانها فشلت في الارتباط بقاسم، وهي اللي طالما اتعاملت على انها زوجته، وفي يوم وليلة جت الطفلة دي وخدت منها كل حاجة، فكانت الدنيا شايفة التشفي والشماتة واضحة جدا على وشهم، وده اللي زودها حقد وغل على جودي، فعزمت على ازاحتها من طريقها نهائيا. وبعد طول تفكير طوال ليلة الامس ما لقيتش اي نفع من مقاطعة قاسم او حتى معاداته، فده هيقطع سبيل التواجد معه او اي شيء مشترك او اي فرصة للإيقاع ما بينهم، عشان كده قررت تستخدم طريقة الحرب الباردة وطلعت للطابق الاخير في مكان مكتب قاسم، ودخلت للسكرتيرة اللي كانت بتبص لها باستهزاء، فقالت منى ايه دنيا هانم، هتدخلي على طول زي كل مرة ولا هتستني لما استأذن قاسم بيه؟ فشاف الدنيا نظرة التشفي والاستهزاء في كلامها هي كمان، ولكن اتملكت اعصابها لان منى سكرتيرته الخاصة ومن المؤكد هتحتاج ليها في يوم من الايام، فتكلمت بهدوء وتودد لا طبعا يا انسة منى ادخلي استأذني. رفعت منى حاجبها بشك من لطفها الزايد، وعرفت انها اكيد بتخطط لشيء كبير وبتخفيه ورا هدوءها، فقالت اوكي. فدخلت منى لقاسم اللي سمح لها بالدخول وهو غاضب، فعايز يعرف ايه اللي جعلها تيجي مرة تانية، وقرر يوقفها عند حدها من جديد وثواني. ودخلت الدنيا وهي لابسة قناع الادب والندم، فتكلمت وقالت ازيك يا قاسم؟ تمام خير، انا حبيت اجي اعتذر لك على طريقتي معاك امبارح. دنيا انا قاسم، انا عارفة انت فعلا ما وعدتنيش بحاجة، انا اللي حبيتك بجنون. دنيا لو سمحتي انا مش طالبة منك حاجة في المقابل، بالعكس اللي بيحب حد بيبقى عايز يكون مبسوط وفرحان حتى لو ساعدته دي مع حد تاني، انا موافقة المهم تكون مبسوط، واللي حصل مني امبارح ده بس من المفاجأة لان كل حاجة حصلت فجأة من غير مقدمات. انت هتفضلي دايما صديقة عزيزة عندي، واللي بينا شغل كتير جدا. فعلا ولازم الشغل اللي بينا يستمر، مش هنوقف مصالح بملايين عشان مشاكل شخصية، صح؟ صح. اوكي يا قاسم انا هسيبك بقى، مش عايز اعطلك اكتر من كده. اوكي يا دنيا شرفتي، شكرا باي. وخرجت من مكتبه وهي بتبتسم بخبز وتوعد، وألقت نظرة أخيرة على منى اللي بصت لها بنفس النظرة بعد ما فهمت إن دنيا بتخطط لشيء خبيث زيها، وعزمت على إنها تساعدها وتحاول هي كمان تكسب قاسم لصالحها. وفي تمام الساعة 3 العصر كانت جودي نازلة من بص المدرسة وهي بتمشي بمرح وبتشاور لأصحابها تحت نظرات قاسم العشقة ليها، ودقيقتين وكانت بتدق على باب مكتبه وبتدخل راسها بس من الباب بطفولة وشقاوة، وقالت ممكن أدخل؟ أما قاسم فما استناش عشان يجاوب عليها، ولكن جري بنفسه وانتزعها من ورا الباب لأحضانه وقفل الباب واتكلم بشوق ممكن تدخلي؟ ده سؤال بذمتك؟ ده أنا بقعد أعد الثواني عشان أشوفك. فبصت له بحب
وهي بتبتسم وقال: وحشتيني قوي يا حبيبتي. وانت كمان نمتي امبارح كويس؟ مش قوي. ليه؟ وكمان ثواني كده اتفضلي وريني اللانش بوكس بتاعك. اتصدمت جودي وقالت: ليه؟ يلا مش هكرر كلامي. فتحت جودي شنطتها بغضب طفولي وخرجت اللانش بوكس وفتحته لي وقالت: اهي افتحي. اوف اوف بتقولي اوف يا جودي؟ ماشي ماشي. قال كده وهو بيجاهد نفسه على انه ما يضحكش، ففتحتها جودي وهي بتبصله بخوف. وفي لحظة اتكلم قاسم بغضب: انا كنت متوقع، والله كنت متوقع، ما اكلتيش اكلك وكمان مش بتحطي خضار ليه في وجبتك. اتسعت عيون جودي باستنكار وقالت: خضار؟ خضار ايه يا قاسم؟ ايوه عشان تبقى وجبة غذائية متكاملة. واشرب اللبن قبل ما انام؟ وهو انت مش بتعملي كده اصلا؟ لا لا بشربه طبعا. مش مصدقك، بس معلش هانت وهتأكد كل يوم بنفسي انك بتشربيه. انت ليه محسسني اني طفلة وباباها بيزعق لها عشان الاكل وشرب اللبن؟ وحط ايده على خدها بحب وقال: ايوة انا بابا وخطيبك وهبقى جوزك ونفسي قوي ابقى حبيبك. ارتبكت جودي من لمسة ايده ومن نظراته وكلامه، فحبت تغير الموضوع وقالت: طب قولي بقى ايه اللي كان مضايقك امبارح؟ انت قلتلي هقولك لما اشوفك بكرة، واحنا في بكرة اهو. اوكي هقولك، بس نتغدى مع بعض الاول وتحكيلي عن يومك كان عامل ازاي وحد ضايقك ولا لا. قال كده وهو بيحاول يتجنب الكلام عن رأي والديه في موضوع خطبتهم، وفضل يسمع لكلامها عن مدرستها واصحابها برحابة صدر، وهو مستمتع بانفعالتها وغضبها الطفولي، وبقى بيضحك على شقاوتها اللي بتضيع له عقله تماما. ودقايق وجه الاكل، فبدأ باطعامها بايديه وهو بيحاول يلمس شفايفها واللي كان بيسبب ليهم هما الاتنين كشعريرة لذيذة. وثواني وقالت جودي: بس انت كده ما اكلتش. انا لما اكلتك بايدي شبعت. لا وانا هاكلك زي ما اكلتني، ممكن؟ ممكن؟ يا نهار ابيض، ده انا ادفع نص عمري وتاكليني بايدك. فقالت جودي بخجل: طب يلا افتح بقك. قالتها وهي بتاكله وهو فرحان جدا وبيتلذذ بالاكل من ايدها. ولحد هنا تكون انتهت حلقتنا، اتمنى تعجبكم، مستنيه رايكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لانه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار. استودعكم الله، مع السلامه.